اندري كوستا. تمريرات ثلاثيه رباعيه نوع الميلان في تمريراته ويقلق هكذا دفاع ريح المراوغه توغل وهدف من اروع ما شاهدنا. ميلان بكل كره ثانيه ثلاثيه ثم رباعيه ثم الدخول والتوغل من شفشنكو حقيقه كان في استعمل الحيله وقف كل الدفاع جبد كل الدفاع او راوغ كل الدفاع ان صح التعبير بنظرته للكره رفع راسه وجد رفيقه متحرك يعطيه كره كره تسقط المالديني كورتا استعمال المراوغه من كورتا شيفشينكو بتصويبه من اروع ما يكون وبدون تركيز كبير تصويبه من اروع ما يكون في شباك الحارس دقيقه 30 هدف ثاني هدف يعاد من زاويه اخرى هدف كان الحارس ما كانش ينتظر في التصويب كان ينتظر في دخول ريكوستا بالكره انطلاقه من كاكا كاكا المعول عليه البرازيلي يدخل داخل منطقه العمليات راح يسجل وبالفعل شوف السهوله الكبيره شيفشينكو يقوم بعمل كبير بعد شوف العمليه يعني اللاعبين توقفوا ينتظروا شيفشينكو مجهود كبير خذا زوج لاعبين معاه على الجهه اليمنى وترك هكذا كاكا وحده عرف كاكا تجربته بخبرته يروض الكره باليمنى ثم باليسرى بعد خروج الحارس يسكنها شباكه 3-1 في النتيجه لصالح الميلان في هذا العرس الكروي على ارضيه ميدانه في اول مقابله له رسميه هذا